طلاب التنين وصلوا تاني يوم ما عدا بشار اللي كانت طيارته هتوصل بعدهم لكن في نفس البيت. كان استاذنا استاذ موسيقى في ستار اكاديمي وهو هلا هو المسؤول عن السي ديز الاول والثاني اللي كان في جاي الحقيقه وبيشتغل ما شاء الله تبارك الله يشتغل الليل مع النهار حتى اشوف جايب الان الاورج والكمبيوتر عشان يشتغل ويبدا يوزع في الاغاني وكذا. سميه ياسر ميره زملائهم في الاكاديمية. Thank you.